لماذا لا يزال مسؤولو الشرعيه في فنادق الرياض وعواصم العالم؟ هل تحول المال السعودي الى لعنه اصابت فكره التحرير واستعاده الدوله؟ كيف تغيرت مهام الشرعيه من اداره الدوله الى سباق الخلاص الفردي؟ اهلا بكم منذ اربع سنوات لم تتوقف موجة الاحتجاجات التي تلاحق مسؤولي الشرعية نتيجة أسباب عدة أبرزها أن الرياض أصبحت وطنا بديلا وتخلي رجال رجال الدولة بالتزاماتهم تجاه البلاد ومنذ أربع سنوات لم أيضا لم تؤثر تلك الانتقادات على مسؤولي الشرعية أو تدفعهم إلى محاولة كسر حالة السبات الذي تعيشه الشرعية المعزولة في فنادق الرياض وعواصم العالم عن حاجه اليمنيين وماساتهم المتفاقمه، لكن ليس هذا كل شيء، فهناك الفساد والعبث بالمال العام وسباق الوظائف العائليه وجمله من الاخطاء الكارثيه التي تتنافى مع حاجه اليمنيين لقياده مسؤوله في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه البلاد. فما الذي بيد اليمنيين الان؟ وهل لا يزال هناك اسباب موضوعيه لاقامه الرئيس وبقيه الحكومه خارج اليمن؟ بعد مرور أربع سنوات، وإذا كان الحديث عن 80% من المناطق المحررة، فلماذا لا تتخذ الشرعية قلعة على الأرض لمواجهة الانقلاب؟ أم أن حالة الرفاه في الرياض واهتمام المسؤولين باستثماراتهم الخاصة وتعيين أقاربهم في الدولة صرفت النظر عن المعركة؟ هكذا ولأربع سنوات خلت، اعتاد الرئيس هادي على استقبال ضيوفه وإجراء مراسم الدولة اليمنيه تحت شعار السيفين والنخلة أو صور الملوك المؤسسين للسعوديه. تحولت الرياض إلى مسكن دائم ووثير للقيادات العليا في الدولة اليمنيه. تتحدث السعوديه عن مليارات الدولارات تم إنفاقها على مسؤولي الشرعية في الرياض تحت بند التعاون الثنائي والمقيمين في الرياض عبر اللجنة الخاصة. لم يكن المال السعودي هو اول الغنائم ولا اخرها، فقد شكلت الوظيفه العامه مرتعا خالصا بالمقربين من الدائره المحيطه بهادي والتي تحولت فوائدها على هيئه قرارات تعيين يصدرها الرئيس اليمني تباعا. وعلى نهج سلفه منح الرئيس هادي مقربيه وابناء محافظته امتيازات خاصه في الوظيفه العامه على حساب الدوله. منها العقود التي منح بموجبها تاجر النفط احمد العيسي صكا مطلقا في الاستيلاء على النفط خارج الارض وباطنها عبر احتكار استيراده وتصديره والتنقيب والنقل والاستكشاف والخدمات النفطيه رغم حالات الاحتقان الشعبي من تلك التجاوزات وعدم تقدير الظرف العسير الذي تمر به البلاد والمطالبات الدولية بترشيد الإنفاق إلا أن مسلسل التعيينات تجاوز مئات الوظائف لوزراء ووكلاء ووكلاء محافظين ومستشارين ودبلوماسيين الخلافات التي حدثت بين حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام كشفت عن جزء من واقع الفساد في أروقة الشرعية منها ما في المضاربة بالعملة حيث اتهم رئيس اللجنه معياد محافظ البنك المركزي اليمني بنهب مبلغ تسعه مليارات ريال خلال شهر واحد. محمد زمام نفسه الذي يتقاضى اكثر من 30 الف دولار شهريا. وهذه صوره عن كارثه الفساد التي تدار بها الدوله ويستثمر فيها مسؤولو الشرعيه غياب الاجهزه الرقابيه والانقلاب وانشغال اليمنيين بحروبهم واوجاعهم. لكن ما هو اهم واشد قسوه على الدوله. هو تجاوز الرئيس المطالبات بعودته للحكم من داخل الاراضي اليمنيه، كما تجاوز حرج التاريخ ومسؤوليته امام اليمنيين، وتجاهل كل المطالبات بعوده قياده البلاد الى الداخل وحسم معركه التحرير. يدرك اليمنيون ان ما تم استعادته من يد الميليشيا تم تسليمه للاماراتيين والسعوديه، وان الدوله توشك على التلاشي، ومسؤولون في الشرعيه باتوا يبحثون عن الخلاص الفردي. ليتساءل اليمنيون بأي من هؤلاء ستنتصر الدولة ويقضى على الانقلاب إذا مشاهدينا الكرام أرحب بكم وأرحب بضيف الذي سيكون عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الأستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة مساء الخير أستاذ عبد الهادي يا مساء النور أختي لك ولمشاهديك الكرام اهلا بك اذا استاذ عبد الهادي اربع سنوات منذ خروج الرئيس هادي وقاده الشرعيه من آه اليمن وربما السؤال الذي يطرح مرارا وتكرارا رغم تحرير آه 85% كما يقال لما لم تعد الشرعيه حتى الان والرئاسه أعتقد أن هذا سؤال وجيه وكان الأقدر أن يتم توجيه هذا السؤال إلى كل من قيادات الشرعية ممثلة بالحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية كل هذه المؤسسات السيادية للدولة اليمنية يوجه لهذا السؤال لماذا لم تعد إلى الآن نحن الآن في العام الرابع مرت حكومتان وحكومة الدكتور معين عبد الملك هي الحكومة الثالثة هذه الحكومة هي أول حكومة تنزل على الأرض تتخذ لوزاراتها مقرات في عدن تبدا بممارسه مهامها لكن لم تعد بكامل طاقتها والذين عادوا ظلوا في منتجع معاشيق ولا قسما منهم بعض الوزراء كان اكثر مغامره اكثر جراه تحركوا على مستوى الداخل يزورون محافظات يتحركون على مستوى الوزارات ويسافرون من والى محافظه عدن العاصمه المؤقته لكن هناك عدد كبير لم يعني خصوصا من القاده العسكريين وبعض القيادات وهؤلاء مع الأسف الشديد قلنا مرارا وتكرارا أن غياب هؤلاء كثيرا بالذات أعضاء البرلمان الوكلاء الوزراء المستشارين السياسيين القيادات ذات التأثير الجماهيري كان كان يجب أن تكون في الداخل لأن هذه القيادات غيابها وجودها خارج الوطن تؤدي إلى اهتزاز في صمود الجبهة الداخلية تؤدي إلى نوع من الإحساس بالخذلان تؤدي إلى وجود مجموعة من المشاكل لو كان هنالك مشكلة معينة يريد أحدا من القيادة الوسطى أو القيادة المهمة التي تقود محاورا مهمة على أرض الواقع في المناطق المحررة أو على خطوط التماس أو أمام الجبهات العسكرية فهل بالضرورة أن يرفعها إلى الرياضة البعض ليس لديهم فيز وجوازة للدخول والحركة يعني المسألة أصبحت فيها صعوبة شديدة هنالك أمورا يجب أن تتحرك خصوصا أن مع الأسف الشديد أن هناك نسبة كبيرة من من تم تعيينهم كقيادات في السلطة المحلية أو بعض القيادات العسكرية أو القيادات الأمنية ليسوا قادة بالمعنى قادة تغيير قادة مرحلة حرجة بهذا الشكل بل هم مجرد موظفين استخدام مجرد موظفين في أغلب الأحيان يقتضي أن تتواجد من توجه هؤلاء الموظفين في ظل هذه هكذا اختلالات في مثل هذه الاختلالات نحتاج قادة مفوضين بصلاحيات وبحركات أحيانا تعتمد على حسب نوع القانون ونوع الوضعية فرنسا التي عانت اختلالا بسيطا على نتحال الطوارئ ولكن نحن بلدا نعاني حرب سقوط دولة إجراءات مكتملة لم يجري إعلان حالة الطوارئ والجميع ربما يعتبر أن بقاؤه خارج البلد ميزة وان من بقوا في الداخل هؤلاء عاجزين، هؤلاء ابقتهم ظروفا محدده، هل يجب ان يغادر الجميع؟ الجميع يبحثوا عندما تغادر عندما يصبح ليس لك وطنا تماما، لكن عندما تصبح 85% من الارض محرره بيدك فيجب ان يتواجد الجميع في الداخل، على السلطه الشرعيه ان تقدم نموذجا في المناطق المحرره وهذا المنتظر منها، اليوم نحن قد نكون الى حد ما قاسين ليس في النقد ولكن بالمطالبة بقى بهدف توضيح الأمر هنالك نوعا من الشعور نعم بالإحباء يعني هنالك حالة تعتري الجميع ولولا صمود بعض القيادات الوسطى التي تتمتع بصلابة غير عادية ربما تقود الأمور إلى شكل أسوأ مما هي الأوضاع عليها اليوم نعم لكن يعني قلت يجب أن يقدموا نموذج في هذه المناطق المحررة تقريبا ثلاث سنوات منذ أن حررت عدن ومع ذلك لم يقدم هذا النموذج لا كونها عاصمة سياسيه مؤقته ولا يعني كون الحكومه استطاعت العوده، هناك من يتساءل هل ما زال قرار العوده بيد الرئيس هادي ام انه فعليا بيد التحالف؟ اعتقد انه لا زال بيد الاخ رئيس الجمهوريه، القرار لا زال بيده. حتى حتى لو ظل الاخ رئيس الجمهوريه خارج البلاد لكنه يستطيع الزام بقيه الهيئات بصفته هو المفوض وهو رئيس الجمهوريه بالعوده الى الداخل بما فيهم اعضاء مجلس النواب القيادة الوسطى وكلاء وما ايضا نواب, نواب وزراء وزراء ونواب وزراء ووكلاء ومدراء عموم وغيرهم ما الجدوى من بقائهم هناك ما الجدوى من حالة الهروب من تحمل المسؤولية يجب أن تكون هنالك إجراءات عاجلة لعودة الجميع أمامنا مهاما كبيرة ربما نحن من بعض ظل في الداخل من من نمثل السلطة الشرعية أصبحنا اليوم عاجزين على أن نواجه الشارع على أن نعطي الناس إجابات واضحة عما يحدث وعن بعض الإجراءات التي لا نعلم عنها إلا وقد حدثت بحكم انشغالنا بشكل كبير أو بحكم ثقل المهام والمسؤولية الملقاه على عاتقنا في ارض الواقع في ظل ظروف صعبه وامكانيات سيئه جدا وحاله تحتاج الى اسناد بشكل كبير من السلطه الشرعيه ممثله في الحكومه او القياده العليا للبلد. لماذا لماذا برايك اذا لم يعد وحتى على مستوى الزيارات المتقطعه لم يعد يقوم بها؟ حتى يعني قلت ما زال القرار بيده فلما يعني لم يتخذ حتى الآن رغم أن كل الظروف تؤشر إلى ضرورة العودة اعتقد ان هنالك اطروحات ان الرئيس سوف يعود قريبا الى محافظه حضرموت مع قياده البرلمان ربما هذا الشهر وهي مطروحه على هذا الاساس ان رئيس الجمهوريه سوف يعود تعود قياده البرلمان او السلطه الشرعيه لعقد اول اجتماع لها في الداخل وبالتالي نحن ننتظر هذه المساله لكن لماذا لا يعود؟ قد تكون هناك أسباب اخرى لا نعلمها نحن الرئيس في اوضاع صحيه كانت في الفتره الماضيه ليست جيده، الان اعتقد انه في ظروف صحيه افضل وهنالك مهام هو يقود عمل كبير بحاله التواصل والاهتمام بالملف الخارجي، بالملف السياسي، نحن بلد مطروحون تحت البند السابع في من ميثاق الامم المتحده، ولدينا عدد كبير من الملفات المفتوحه، نحن واقعون ضمن دائره صراع اقليمي وصراع دولي وتهافت كبير على الأهمية الاستراتيجية لموقع البلد وأمامنا مجموعة كبيرة من المهام لكن هنالك تقصير يجب أن نعترف به حتى نكون أيضا راضين عن أنفسنا وعن الآخرين لا يتحمله الرئيس بشكل كبير لكنه هو رأس السلطة فأي تقصير من المسؤوليات السفلية تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على رئاسة الجمهورية خصوصا إذا ظل الجميع في هذه المنطقة مع الأسف السلطة اليمنية والنخبة السياسية اليمنية تتوزع بين أكثر من عاصمة عربية وإسلامية أيضا فهم يتوزعون بين كل من الرياض وأبو ظبي وأيضا القاهرة والبعض أيضا يتوزعون في إسطنبول وماليزيا وبلدان أخرى وهذه ربما واحدة من الأسباب الحقيقية التي تعطي ضعفا نحن مجتمعا جزءا من المجتمعات الشرقية التي يعطيها وجود قياداتها فيما بينها تحفزا ثباتا صمود قدرة أكبر إيحاء نفسيا بقر بقرب النصر بقاء القيادات خارج البلد تعطينا بعدا بأن المعركة سوف تطول كثيرا في حسنها وقد تؤدي إلى انتكاسات ولذلك عادة ما تظهر حتى بعض القيادة العسكرية في أدائها لمعامل عسكرية م. مرتبكة أحياناً وأحياناً متخوفة وأحياناً كبيرة نسمع ملايين من الحقق أنهم بلا إمكانيات أنهم يفتقرون إلى الدعم المادي يفتقرون صحيح. إلى الدعم السياسي وسرعة اتخاذ القرار إلى مجموعة كبيرة من الملفات نحن عانينا في الفترة الماضية عدم القدره على شحن المجتمع باكمله في المناطق المحرره الى المعركه، عانينا ايضا نقصا في المسائل المعيشيه، عانينا سوء، تحمل الناس فتره كبيره من انعدام الرواتب وايضا تحملوا قسم كبير من المعاناه، ايضا لا زالت قسم كبير من المكاتب الفنيه للسلطه الشرعيه لا زالت في صنعاء. ولا زالت أساسيات للإدارة الحكومية وهي الإرشيف ونظام المعلومات وغيرها من المسائل وما زالت خارج دائرة يعني لم يعني تحل كل هذه المسائل كلياً. أستاذ نعم. عبد الهادي لم تحل كل هذه المسائل يعني خلال الفترة الماضية متى ستحل يعني ربما يطمح الناس إلى تحرير منطقة ما حتى يبدأ يشعر بوجود الدولة لكن الآن الناس يتساءلون ماذا لو حررت اليمن بالكامل هل ستظل بهذا الشكل بمرحله اللا دوله مع الأسف الشديد يجب أن يستشعر إخوتنا في السلطة الشرعية المسؤولية، المسؤولية التي تقتضي التواجد في الداخل، التواجد سوف يوفر كثيرا من الأمور، ليس بالضرورة أن يتجمع الجميع حول فخامة الأخ رئيس الجمهورية في الرياض، إن كان بقى الرئيس فيجب أن يعود الجميع إلى الداخل، علينا أن نشهد حركة موجودة احتكاكا بالمواطنين، بعث رسالة تطمين وايضا طمانينه الى كافه الجهات الى الجيش الى القوى الداخليه الى القانون الاقتصادي الى قسم كبير من هذه الاوضاع احيانا ما تجري اهتزازات لمجرد اعلان بسيط او لمجرد تسريب خبر صحفي يكون غير صادقا وبالتالي الغياب يصبح مبررا لخلق تصديق لاشاعات كاذبه وهذا يؤدي الى ارباكات في المشهد يؤدي الى تراجع الوضع النفسي ويتحكم في جزء كبير من العمليات نحن مجتمع من المجتمعات الشرقية التي تحتاج تواجد لقياداتها، تحتاج تطمئن، تحتاج أيضا إقدام، تحتاج قيادات بديلة. على مستوى المنطقة الوسطى والسفلية من جهاز الدولة الإداري وبشكل عام والعسكري والمادي لدينا إشكالات مرتبطة بالجيش وجرح الجيش وتشغيل المستشفيات، لدينا عشرات من المشكلات التي نقرأ عنها يوميا وهي تنتظر حسما هنالك مجموعة من الملفات يبقى من بيدهم الملف الخارجي مثلا متحركون في الخارج لا نشهد هذه الحركة على مستوى السفارات لا, يعني مستوى لا, لا الصغارات هم الصغارات في الداخل على مستوى dià. اسمح لي استاذ عبد الهادي يعني هذه في الم... الملفات فيها فشل واعاده تقييم هنالك تقصيرا فيها هنالك امكانيه يجب ان نعيد تقييم ثمان سنوات منذ 2011 واربع سنوات من الحرب متى سوف نقيم هذه المساله لماذا نحاول ان نكون كالنعام نغرس رؤوسنا في الرمل جميعا وكانه لا مسؤوليه علينا نحن امام مسؤوليه اخلاقيه ووطنية نعم سنتحدث عن مسؤولية علينا أشار. ان نعم. اسمح لي استاذ عبد الهادي حتى يعني قبل ان نصل الى هذه النقطه، ربما انت في البدايه ان القرار ما زال قرار هادي، ولكن هناك ايضا بالمقابل من يقول بان التحالف هو من يمنع هذه العوده، مثلا مثلا بالامارات ورأينا في عدن اكثر من يعني مواجهه لعدم عوده الرئيس هادي، منع يعني السماح لطائره الرئيس بالهبوط، منع اقامه اجتماع مجلس النواب او عقد جلسه لمجلس مجلس النواب في عدن منع تواجد الدولة بأكثر من محيط المعاشيق، وهذا يحدث فعلياً، فكيف يمكن لي أن يكون مازال القرار بيد هذه؟ اعتقد اننا لو ذهبت معك متجاريا ان هذا كله يحدث مثلا فهناك محافظات اخرى، هناك محافظه حضرموت وعاصمتها، هناك مارب، هناك مناطق متعدده يمكن العوده اليها اذا اعتبرنا ان عدن ومحيطها من المحافظتين او سلسلة المحافظات المتمثله في لحق وابيان والضالع مثلا، هذه المناطق لا يمكن العوده اليها لكنه يستطيع العوده الى المكلا، يستطيع العوده الى المهره، يستطيع العوده الى مارب، يست تستطيع فعلا العودة إلى الداخل من يرفعون أصواتا كبيرة أيضا هم لا يستقصدون رئاسة الجمهورية كانت في المرحلة الماضية تستقصد رئاسة الوزراء رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك موجود على أرض الواقع وزراء موجودون يتحركون بكل حرية داخل عدن هنالك ضجيجا إعلاميا نعم لكن الجميع أيضا يعترفون بسلطة الرئيس وبقوته وبأنه الرجل الشرعي الوحيد في هذه السلطة ومن حقه ان يعود هو او او نائبه او البقيه هذه السلطه عندما يقرر العوده لن يستاذن احدا وبالتالي هو رئيس الدوله والبلد لا زال تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده. نعم اذا هناك ايضا من يتحدث استاذ عبد الهادي عن تنافس قيادات الشرعيه وخاصه المقربين من هادي مثل العيسي وجلال و غيرهم يعني كل هؤلاء وغيرهم أصبحوا يديرون عمليات نهب منظمة واستحواذ على أموال الشعب كيف يمكن للشعب أن يكون آمنا لهذه القيادة ويحدث فيها ما يحدث أعتقد أن الحديث عن أشخاص وعن شخص نحن في ما قبل 2011 كنا نواجه هذه الاحاديث لكن آه ما مساله النهب ما مدى صلاحيات هؤلاء كيف تنفذ اوامرهم آه نحن نعرف ان هنالك مستويين في السلطه في الجمهوريه اليمنيه المستوى الاعلى لفخامه رئيس الجمهوريه ثم الحكومه وادواتها ايضا ما يجري من اتهامات العيسي عمل العيسي في مجال النفط وغيره وكان قد اجرى اكثر من مقابله قال فيها ان له ديونا محدده وانه قدم وقدم هذه مساله تحسم في الحكومة والسلطة أعتقد أننا اليمنيين اكتسبنا طبعا محدد مع كل عملية إحباط أو تراخن أو عدم تنفيذ بعد بعض المطالب والأجندات يتم, يتم الهجوم بشكل حاد على المرافقين أو الأقرب إلى رئيس الجمهورية حتى ينزه الكرسي الأول فيتم استهداف عائلته أو مدير مكتبه أو المرافقين إليه وتنسب إليهم أدوارا كبيرة ولو كانت المسألة كذلك ربما نصل إلى أزمة حادة لكن مشكلتنا غياب الأجهزة الرقابية عدم القيام بدورها حالة الخمول والجمود في شركة النفط بدرجة أساسية ومصافي عدن وعدم العمل لنقل هذه الهيئات التي كانت هيئات ومؤسسات إلى عدن وبالتالي إحلالها بدلا من الهيئات التي تعمل في مناطق سيطرة الانقلاب وممارستها لدورها كدولة هنالك اشكاليات يعاني منها الجميع، يعاني البعض هناك ضعف في التدريب، في التاهيل، في ممارسه العمل، ضعفا في الخبره، هنالك خوفا من البعض على اقتحام بعض المهام فتصبح الرئاسه وادواتها الاخرى مبررا لرمي الفشل عليها باعتبارها السلطه الاعلى، ونحن مجتمعا نجيد رمي التهم بشكل عام الى السلطه العليا، لو كانت هذه الاشياء حقيقيه ربما شاهدنا استقاله واحده. ربما شاهدنا اعتراضا واحدا ربما شاهدنا موقفا من بعض لكن المزارة. استاذ عبد الكثير من اسمح لي يعني مساله الاستقالات هذه ربما سنظل نحلم بها في وطننا العربي ليس فقط في اليمن يعني لا احد يستقيل من منصب يدر عليه اموالا طائله يعني لو كان فقط هذا الخلل سيسبب استقالات هناك يعني كوارث حقيقيه لابد ان تؤدي الى استقاله الحكومه برمتها ليس فقط وزير أو وزيرين أو مسؤول ما. يعني أنا أود أن أسألك حقيقة ما من الذي بيد الشعب أن يقوم به إذا هذا الوضع المختل؟ اسمح لي أن أستمع لإجابتك ولكن بعد أن نستمع لمحاولة أحد الشباب في طرح بعض الحلول الذي ارتأها من وجهة نظره وهو بكيل عفيف المسؤول الإعلامي لحملة شيك أوت عبر الهاتف من عدن ينضم إلينا مساء الخير أستاذ بكيل مساء الخير نعم اهلا وسهلا بكم في القناه وبكل مستمعي القناه اهلا اهلا بك, بك بكيل بكيل انتم نظمتم حمله اسميتموها بشيك اوت او غادروا الفنادق حدثنا عن هدف هذه الحمله آه الهدف الاساسي لهذه الحمله هي دعوه عن الحكومه اليمنيه واعضاء الحكومه اليمنيه للعوده الى الداخل وترك الفنادق وحكومه الخارج لممارسه مهامهم في داخل من داخل الوطن من العاصمه المؤقته عدن او اي منطقه يمنيه تحت تحت سيطره الجيش الوطني. نعم. إذن يعني من خلال هذه الحملة التي قمتم بتنظيمها هل يعني وجدتم أن لها أثر على الأقل على الناس على يعني ما مدى الأثر الذي حدث من بعد إعلانكم لهذه الحملة كيف تجاوب الناس معكم أختي العزيزة الأسد لم يأتي عن الحملة وإنما الحملة أتت هي مطلب شعبي أساسا كل الناس وكل الشعب اليمني يطالب بعودة الحكومة اليمنية مساله الحكومه عوده الحكومه مطلب شعبي اساسي لا يمكن للحكومه ان تمارس مهامها الا من الداخل داخل الوطن فحكايه انه اثر قال اثر الناتج عن الحمله أمر مبالغ فيه لكن هناك تجاوب تجاوب كبير من الناس الذي يشاركون في الحمله ومن التفاعل ونحن على امل ان نصل هذه الحمله إلى, الى 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 إلى نحولها الى مطلب اساسي تطالب بها حتى الاحزاب اليمنيه لا ننسى انه لا يمكن لاي حكومه ولا يمكن لاي اداء ممارسه مهمة من الخارج. في ابان الحرب العالميه الثانيه حدثت عند احتلال الالمان لفرنسا غادرت الحكومه الفرنسيه الى بريطانيا وظلت حتى تم تحرير العاصمه باريس وعادت الى الى داخل فرنسا وممارسة مهمة من فرنسا واستكملت معركة تحرير فرنسا من ال... من الاحتلال الألماني من الداخل. الآن نحن 80% من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الجيش وتحت سيطرة الحكومة الشرعية. وما زالت حكومة ال... الحكومة اليمنية وأعضاء الحكومة اليمنية وقلاء الوزارات الذي يوصل عددهم إلى ما يقارب الألف وكل وزارة خارج هذا الوطن وهم يحملون عيب ويحملون هذا الوطن عيب ويحملون مدينة الدولة ما لا تطيقه فلماذا لا يعودوا لممارسه عملهم من داخل الوطن؟ حتى يحس المواطن اليمني أن هناك فعلا حكومه تهتم لمشاكله وقضاياه. برايك بكيل يعني ما ما هي الاسباب من وجهه نظرك الذي تراها يعني جعلت من هذه الحكومه والرئاسه لم يعودوا حتى اللحظه بعد تحرير كثير من المناطق. اولا انا اتكلم عن الحكومه لا اتكلم عن الرئاسه، الرئاسه امر قد يكون امر اخر لها او حسابات اخرى، لكن الحكومه اليمنية والتي هي المسؤوله عن خدمه الشعب وحكومه وخدمه هذا الشعب. نعم سيقال لك رئيس الحكومه هناك رئيس وكثير رجل. من الوزراء موجودين في عدن ويمارسون مهامهم ايوه يعني. ايوه لكن لا رئاسه رئاسه الجمهوريه رئاسه الجمهوريه امر هنا له امور اخرى له حسابات اخرى يمكن لا يوجد وقت لشرحة لتفق.. لكن الحكومه رئاسه الحكومه, الحكومة.. التواجد رئيس الحكومه في عدن منفرد ولحاله و.. 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 لا يخدم الطو.. لا يخدم الحكومه اليمنيه ما يخدم الحكومه اليمنيه هو عودة كل الوزراء الى داخل هذا ال.. الى داخل الوطن الأثنى.. طبعا الحقوق واهيه منها عدم استتباب الامر وعدم, وعدم.. وعدم تمكن هذا وهذا امر واهي وغير حقيقي الان الامور مستتبه كثير واذا لم يكن مستتبه في عدن فهي مستتبه في المكلفه وإذا لم تكن مستتبه في فهي مستتبه في مارب في هناك مناطق كثيره يمكن ان يعني يحضر الوزراء اليها لكن المشكله تكمن في عدم قناع في عدم عدم اعتراف الوزراء والوكلاء واعضاء الحكومه بانفسهم كوزراء هم الان ينظرون لانفسهم على انهم ممكن لاجئين في دول في دول لماذا و... لماذا برايك بكين لم يعودوا حتى الان؟ ما هي الاسباب من وجهه نظرك؟ تاكدهم لعدم قدرتهم على مراسة مهامهم، هم متاكدين ان مناصب المناصب الحكوميه التي يستلموها اكبر منهم فبدل ما ان يبه... يشوفوا على حقيقتهم ويظهر فشلهم فهم مستمرين في الخارج يخلع... خلينا نصدر رزق نتعيش فيه نعم إذن شكرا جزيلا لك بكي في المسؤول الإعلامي لحملة شيك أوت كنت معنا عبر الهاتف من عدن أستاذ عبد الهادي يعني هذا أحد الشباب فكر هو مجموعة من الشباب بإطلاق هاشتاغ شيك أوت أو غادروا الفنادق لمحاولة الضغط على الحكومة للعودة سأسألك السؤال الذي سألتك إياه قبل الهاتف ما الذي بيد الشعب اليمني حيال كل ما يحدث تجاهه من خذلان من تجاهل لمشاكله من عزله يشعر بها أعتقد أن ما بيد الشعب اليمني هو الكثير قد يلقى الناس وما نخافه أن يحدث انفجارا عاما لمظاهرات لحالة من السخط الشعبي لحالة من التواصل لحالة من الضجر الجميع محاطا بمجموعة من الأزمات أزمات مركبة بشكل عام لكن ما طرحه الزميل بك العفيف هو أن الحكومة عادت فعلا إلى الداخل وكان الأخ معين الدكتور معين عبد الملك أقرأ الجميع بالعودة وبالتالي بدا يمارس مهامه وهذه الحكومه حققت انجازات ليست سهله حقيقه رغم قصر الفتره الزمنيه حققت انجازات كبيره لها شعبيه كبيره في الشارع وارتياح كبير الجميع لا زال ايضا له مطالب كبيره حجم الضرر وحجم الحاجه وحجم المعاناه كبيرا جدا وبالتالي يجب ان تعود كافه القيادات ليس رئيس الوزراء وبعض الوزراء يجب ان يعود الجميع وكلاء ووكلاء مساعدين مدراء عموم نواب الوزراء، الجميع ينزلون على الارض مره واحده، اعتقد ان كيل المبررات والحجج ليست صحيحه، يشكر رئيس الوزراء والوزراء المغامرون الذين عادوا الى الداخل وعلى راس كل هؤلاء الوزراء وزير الداخليه الذي هو صامدا متواجدا قويا يمارس مهامه وهو اخطر الوزراء في تشكيله الحكومه، اذا كان هنالك اعتراضا على الحكومه فوزير الداخليه يعتبر العادات الخشنه للحكومه اضافه الى وجود رئيسيات الاركان في عدن، ووجود القيادات العسكريه في المنطقه الرابعه وغيرها، لكن ما هي الخيارات؟ هذه مسائل متروكه للشارع، الشارع عندما يقرر لن ينذر احدا ولن تكون خياراته عند السقف الادنى، سوف تكون خياراته عند السقف الاعلى، وهذه احيانا لا نستطيع التنبؤ بها، لا نستطيع توقعاتها، لكن تظل لدى الشعب مجموعه كبيره من الخيارات، كيف سوف تنفذ؟ وب باي طريقه هذه تحتاج ابراز قيادات وتحتاج ايضا وترتبط بمقدار غياب الامل، انا ما اخاف ان يصل الناس الى غياب وفقدان للامل اذا استمرت الامور تراوح في نفس المكان دون حركه الى الامام ودون ما افق يفتح املا بغد افضل وبامكانيات التحرر واستعاده الدوله وانهاء الانقلاب وانهاء المعاناه فدائما ما يخلق حاله من التغيرات وال الخيارات التي أحيانا لا تخطر على بالنا هي لحظة غياب الأمل حيث ينفجر الناس بخلق عمل جديد كيف ومتى وبأي طريقة هذه المسألة ربما تفاجأ الجميع بما حدث في ثورة الربيع العربي في العالم كله برغم أجهزتهم الاستخباراتية وبالتالي دائما الأحداث التي تأتي بفقدان الأمل تكون قوية لا لكن ألا تعتقد أستاذ عبد نعم مخيفة أن الشعب يعني الآن شبه مخدر لكثر يعني الهموم الذي تحيط به يعني لا رواتب يستلمها مهموم بلقمة عيشه يكابد الديون أو مسؤوليات الأولاد أو مسؤوليات الحياة اليومية يعني ربما الانشغال بالقوت اليومية جعله ينشغل عن القضية الكبرى وهي عودة الوطن أو عودة الشرعية فهل يمكن أن يعني يكون هناك أي أمل يعني ربما هناك من يشعر بفقدان الأمل حقيقة ثلاث سنوات تقريبا منذ تحرير عدن وكثير من المناطق التي تعد محررة لا شعب بتحدث ولا الحكومة يعني برمتها عادت مع هذا برغم كل ما طرحتيه فإن حالة حالة التأزم وحالة الانشغال وحالة الانكفاء الداخلي والهموم وكل هذه وحالة الفقر وحالة تعاظم الفقر كل هذه أحيانا لا تقود إلى ثورة بمقدار ذاك الذي يقوده انعدام الأمل الناس تتحمل فقط في سبيل اننا نتحمل اليوم وغدا وبعد غد، لكن الشهر القادم، العام القادم سوف يكون هناك تغير، هذا ما يجعل الناس يصطبرون على اي وضع حاد يقعون تحته، لكن عندما اشعر ان العام القادم لا امل في التغيير فبالتالي هنا انا اتحول الى ميت سريريا او نتحول الى مجرد اضرحه حيه تتنفس، هنا الناس قد تنفجر بطريقة ربما يكون وضعها صعبا نحن نعاني جمله من الاشكالات على راسها نعاني اشكالا مركب في الخطاب الاعلامي هناك إشكالية تعانيها منها وزارة الإعلام نعاني إشكالية في الملف الإنساني والحقوقي نعاني إشكالية في هوية وطنية متشظية لم يسعى الجميع على اعتبارها المركز الرئيسي في محور العمل مع الأسف الشديد تم إحاطة القيادة العليا للدولة بمجموعة كبيرة من الموظفين هنا الكارثة هناك فرقا بين الموظفين وبين القيادات ديغول ومن كان معه كانوا قيادات هوشي منا ومن كان معه كانوا قيادات هنالك العشرات في العالم كانوا قيادات يحولون اللا إمكانيات إلى إمكانيات يحولون المستحيل إلى إمكانية لكسره من يبحثون عن كل هذه المبررات لتوفيرها من أجل أحداث تغيير سواء على مستوى الشعب أو على مستوى القيادات فهؤلاء مجاميع من العجزة إشكاليتنا الحقيقية أن ربما نظل نحن ترتفع أصواتنا نتشنق نقول كلاما كثيرا لكن هذا أيضا تساهم في نوع من التنفيس وأيضا إخماد روح المجتمع. أنا شخصيا مللت من تكرير هذا الخطاب. ومللت من آلية الأداء مللنا من الشكوى مللنا من حالة التشكي من حالة التظلم نحتاج أيضا مبادرات حقيقية أين ذهبت هذه القيادات التي أوكل لا. إليها لو تحدثنا بصراحة بشكل أكثر نحن أم. أمام مسؤولية سوف نحاسبنا نحاسبنا أطفالنا والناس والمولى عز وجل عما حققنا هنالك دماء أن تسفك علينا أن نكون منطقيين فيما نطرحه هذه الدماء وهذا الوطن الذي يدمر هنالك جزء من الهوية الوطنية والشخصية تدمر هذا المشهد يعني أستاذ عبد الهادي اسمح لي أستاذ عبد الهادي أنت يعني ربما خطابك فيه كثير من المرونة وأنت يعني قلت مرن وستظل تتحدث ولن تشعر باليأس لكن يعني أنا وكثير من الناس يشعرون بالإحباط حقيقة يعني ربما هذه ليست الحلقة الأولى ولن تكون الأخيرة خلال الفترة الماضية التي نتحدث فيها عن ضرورة عودة الحكومة عن الإشكاليات المتعلقة بعودة الحكومة عن الفساد الذي يطال ترهل هذه الحكومة، ومع ذلك ولا كأن هناك أحد يتحدث، يعني لو تحدثنا بوضوح أكثر، هناك من يقول طالما هم يستلمون رواتب بالدولار، ونثريات بالدولار، وصرفيات بالدولار، أو أبنائهم في مدارس خاصة، يعيشون في شقق فارهة، ويتم الدفع لها فلما يعودون يعني كل شخص بدا يبحث عن خلاصه الفردي استثماراته الشقق التي يتم شراؤها حاله الفساد التي نسمعها ونراها ويتحدث عنها الجميع سواء في العواصم العربيه او الاوروبيه فلما يعودون اعتقد ان ما طرحتيه ربما ينعكس علينا شخصيا ربما البعض منا يتقاضى راتبه والبعض الاخر لا يتقاضاه صحيح. ومع هذا متواجدون في الداخل ما نتقاضاه هي بالعمله المحليه بعد ان كانت غابت لسنوات ومع ذلك لم نفقد الامل هذا وطننا وهذا واجب بالنسبه لنا وبالتالي هذه الأسئلة وهذه الأطروحات ربما تفتح الشهية لمن تبقى أو البعض يضعف بحكم قدرته بحكم إيمانه بقضيته فتبدأ هذه المسألة بالتهافت وبالتخفي هنالك العشرات هاجروا خلال العام الماضي وهذا العام هاجر العشرات وكان وجودهم ضروريا هؤلاء كلما يغادر أحدهم تهتز الجبهة الداخلية نحاول البقية أن يعملون بشكل مضاعف لتغطية هذا الاهتزاز لا لكن هل من في الخارج يعون ذلك؟ هل يقدرون هذه المسؤوليه ان هنالك مجتمعا يعمل بدلا عنهم؟ اخواننا هؤلاء ما الذي سوف يضير بهم ان تم تشغيل الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وهيئه مكافحه الفساد وبقيه الهيئات والقضاء الاداري وانتظام احترام القانون سيفقدون او اللجوء سهل وبسيط جدا نعم. وهو حاله الطوارئ سيفقدون مصالحهم حاله مسارح الطوارئ مسارح والاحكام مسزين. العرفيه تخرجنا من هذا جميعا نعم ان تم تشغيل الجهاز لعم. المركزي للمحاسبه والرقابه سيتم يعني سيفقدون مصالحهم سيعرفون ان هناك من سيتابعهم يعني الوضع سيصبح كارثي بالنسبه لهم يعني في حال في حين كما تفضلت هناك يعني حتى على مستوى وكلاء وزارات على مستوى يعني محافظين على مستوى من هم موجودين يستلمون بالعمله المحليه وهناك موظفون لا يستلمون رواتبهم البته فهذه الحالة من الاختلال الحقيقي يعني في مسألة الفوارق المادية لمن يعمل ولمن لا يعمل إشكالية يعني لا أدري إلى أين ستذهب بالبلاد هناك اختلالا قانوني على الإخوة في السلطة أن يعلموا شيئا واحد أن هذه جريمة إحداث تمايز جريمة إحداث تمايز بين الموظفين في الداخل والموظفين في الخارج أي أن الإخوة في قيادة الحكومة وأيضا السلطة الشرعية إجمالا عندما يوجدون ثلاثة مستويات من الأجور فهذا يعتبر تمييز انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان إن ثبتت هذه المسائل وهي يتكلم عنها الناس بشكل واضح فهذا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان هذا تخلي عن المسؤولية مسؤوليه وبالتالي هذه جرائم على الاخوه ان لا يدفعوا انفسهم لان يكونوا في محل الاتهام على الجميع ان يبدا بحساب نفسه اولا اعتقد ان المجتمع قد ينفذ صبره في لحظه معينه من الاعمال القائمه على الاخوه في السلطه ان يتداركوا الامر انا اثق في دوله الاخ رئيس الوزراء وفي اجراءاته وتحركاته في المره الاولى كان احتجز كما سمعنا من مصادر موثوقه، الجوازات الدبلوماسيه للوزراء ونواب الوزراء وبعض الوكلاء، واحتج نسبه كبيره ضده بانه يحجزهم وانه اصبح يقيمهم في معتقل، هذا بلدك يا اخي ليس معتقل، على الاخوه الوزراء والقيادات ان يتحركوا الان هناك ميزانيه للدوله وهنالك امكانيات كبيره، على الجميع ان يبدا بالعوده الى هذه المناطق، تشغيل امكانياتها الاقتصاديه، تحويل المستحيل ممكن. وتحويل الممكن الى اداة تنفيذ، نحتاج برامج عمليه ولا نحتاج تنظير، نحتاج من يدفعنا الى الامام، نحتاج من يستغل طاقه هذا المجتمع المتحفز والذي اشعر انا شخصيا بانه مجتمع عنيد وصلبا جدا، ربما اكثر مما ذهب نيتشا في تصويت في تصنيفه للمجتمعات بانه على يتحول تتبدى قدرته الحقيقيه على حافه الخطر، لكن هنالك ضعفا في الاداء ضعفاً في القيادة ضعفا في, في الخطاب الإعلامي نحن نتكلم عن سوء في الخطاب عن سوء في العلاقات عن إهمال ملفات من الملف الإنساني والحقوقي لا. والسياسي هذه الملفات يجب أن تصر إمكانية المجتمع الش أو الشرعية في سبيل الدفع بالخلاص إلى الأمام هنالك ملايين من البدائل فكيف يفقد الإخوة البدائل وهنالك بدائل لدى الشارع ما نأمله أن يصل صوتنا إلى يعني في القيادات أ أ أ أ أ الذي نتعرض نعم. له يوميا أستاذ عبد الهادي هناك من يتساءل أيضا عن نعم. الحياة السياسية التي تعد مختطفة كانت سياسيا لم تظهر ربما الحامل السياسي أيضا غير موجود وكان هناك حديث عن تحالف جديد يود أن يظهر ولكن تعثر في ظهوره أيضا مجلس النواب لم يستطع أن يعقد جلسة واحدة وهناك احاديث تقول بان من يمنع كل ذلك هو الرئيس هادي لانه لا يريد لاي سلطه قويه تاتي تنازعه سلطته ونحن نعلم ان القرار بيده حتى لو اختلفت هناك اختلاف في الحكومه او في مجلس النواب فالعوده بحكم المبادره الخارجيه يعود اليه هل تتوقع ذلك أقرأ بعض الاتهامات التي تستند إلى هذه القضية في أكثر من موقع وبعض الصحف لكن لا أعتقد وربما لا أتصور شخصيا أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة الرئيس أخرج منفيا يومها من داخل البلد فلا أعتقد أنه يفكر بهذه الآلية وبهذه الطريقة الرئيس متحمل لمسؤولية البلد وهذه مسؤولية تاريخية ودورا تاريخيا منح له برغم قساوة هذا الدور لكنه منح له ولم يمنح لغيره وبالتالي هذا الدور يمكن ان يجعل منه بطلا قوميا وليس وطنيا لو, لو كان استغل تم اسقاط الانقلاب واستعاده الدوله كان سيكون بطلا قوميا هذه فرصه يتمناها أن الالاف نعم لكن لكن الى الان هو لا يعني لا يقوم لا يقوم الا بالخذلان لشعبه لا توجد اي بطوله قوميه يقوم بها ما هي البطوله التي يقوم بها ان ان يظل في الرياض ليذهب الى البلاد ويديرها من من هناك حتى نقول انه جازف بحياته لاجل هذا الشعب اين البطوله القوميه عما تتحدث استاذ عبد أنا أتحدث على أن الدور الموجود منح الرئيس دورا يجب أن يستغل دورا كبيرا ولا أعتقد أنه يقف ضد التحرير أو لما كان عائشا خارج البلد هذه التصورات ربما يخلقها أحيانا الإحباط تخلقها بعض المواقف لكن أنا أقرأ عن هكذا كتابات بشكل كبير في الفترة الأخيرة هنالك كتابات ربما يكون دافعها الإحباط ربما دافعها أيضا محاولة إرضاء أنفسهم من أن وبالذات تلك القيادات التي استهل في الميدان التي بذلت مجهودا كبيرا التي تتحرك بشكل دائم وتشعر أنها محملة مسؤولية البلد هنالك مع الأسف الشديد فعلا ملاحظة أن هنالك حارة برود في التعاطي مع القضايا من قبل أجزاء من السلطة ابتداء من المستوى الأدنى وإلى المستوى الأعلى أحيانا تشعرك في ظل تنامي هذا الإحباط وطول الفترة الزمنية نحن عالم مجتمع مطري نفسنا قصير ونحتاج إلى دفع سريع وعمل مستمرة وبسرعة، السرعة جزء أساسي من إنجازات المناطق المدارية من العالم التي طول الوقت والبقاء وبقاء إشكالية فوق رؤوسهم تنهكهم وتقتلهم. نحن عبركم نتوجه بدعوة إلى كل القيادات، إلى كل الأخوة في الشرعية، إلى كل الأخوة في هذا الوطن إلى تحمل مسؤوليتنا والخروج، نحن بنينا بجماعة كهنوتية ميليشياوية لكنها تستغل كل دقيقة، تستغل كل لحظة، لا تفوت اي فرصه، تشتغل ليلا نهارا وبشكل منقطع النظير في مقابل حركه تتصف ربما تكون اشبه بحركه السلحفاه، تمارسها قياداتنا على المستوئين المحلي والاعلى، لكن ايضا لنا قيادات شابه ورجالا متواجدين على الداخل وهم من نراهن عليهم واعتقد انهم هم النخب القادمه لهذا البلد. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وأمنه